طيب، هل الـ upper respiratory tract infection، احنا بنهاية الـ COPD خلصنا الـ diseases الـ most common diseases الخاصة بالـ respiratory، هلا بدنا ندخل عالم الـ infection. حتى الـ infections بده يكون الـ ما بنقدر نغطي كل الـ infections بالدنيا، فإحنا عم ناخد الـ most common infections. بدنا نحكي شوية عن الـ respiratory infections، upper respiratory tract infections، lower respiratory tract infections زي النمونيا. بدنا نحكي كمان عن urinary infection، upper urinary tract infections و lower urinary tract infections. تمام؟ فإذا بنبلش بال respiratory infections، إذا بنتذكر مع بعض ال respiratory cavity، بنبلش بال nasal cavity، تجويف الأنف، بعدين تجويف البلعوم اسمه pharynx، وبتيجي من الفارينكس فارينجايتس اللي هو التهاب الحلق. والتهاب الحلق باي ذا واي او سقف الحلق غير عن التهاب اللوزتين، هذا شيء وهذا شيء. فهذا هو الحلق، وغير عن الابيجلوتس. هاي شايفين اللها، هاي اللها بتيجي هون بتنزل اللها، اسمها ابيجلوتس، ممكن لحالها تكتئب بنسميها ابيجلوتايتس. بعدين ننزل تحت بنلاقي الحنجره لارينكس، هاي برضو لها التهاب خاص. بعدين بيجي التراكيا بداية القصبة الهوائية، وهي الأوزوفيجس، هاي المريء. شايفين الأساس في المريء إنه مسكر يا جماعة، إحنا دائما فاتح المريء يعني. فشوفي عنا أبر ريسبيراتي تراكت انفكشنز، ممكن يكون عنا أوتيتس ميديا اللي هو التهاب الأذن الوسطى، الأذن تعتبر من الريسبيراتي تراكت. ساينوسايتس التهاب الجيوب، فارنجايتس التهاب حلق، لارنجايتس جاي من اللارينكس، هيا اللارينكس اللي هي الحنجرة بسميه لارنجايتس أو الكروب اسم هيك متعارف عليه، راينايتس وإبيجلوتايتس. تمام؟ هدول إجمالا يعبروا، ومعهم ندخل على فكرة الكومون كولد، يعتبر من أبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي هو الرشح العادي. الإنفلونزا يعتبر من الأبر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. هلا ما بين هدول كلياتهم احنا بدنا نغطي بالاحمر لانه هما موست كومن اللي هو اوتيتس ميديا، ساينوسايتس، وفارنجايتس. تمام؟ اجمالا الريسبيراتوري تراكت انفكشنز هم الابر بما فيهم الرشح والانفلونزا، يعتبروا فايرال انفكشنز اغلبهم مش بكتيريا، بس لا ينفي انه في انواع بكتيريا، بس اغلب الكيسات فايرال. عشان هيك بيجي المال براكتس تبع الانتي بايوتيك يوز، عم نعطي اي حدا مرشح، اي حدا عنده مشاكل بالريسبيراتوري تراكت، خد هاي اموكسيسيلين، خد هاي اوغمانتين. غلط. انما في انواع معينه وحنحكي عنها انها بكتيريال انفكشن، غلط نعطي انتي بايوتيك او انتي بكتيريال، ولا بنعطي انتي فايرال باي ذا واي كمان، ولا بنعطي انتي فايرال. هي فعليا ريزول سبونتانيوسلي. ايش يعني؟ يعني لحالها بتروح، يعني اي اغلب الفايرال انفكشنز بيجي وبيروح لحاله. إذا بدنا نعطي بنعطي أشياء سبورتيف كير. فشو يعني ريزولف سبونتانيوسلي؟ معناه إنه بيروح لحاله الفيرال انفكشن، أعطيه هيك 3 4 5 أيام ماكسيمم بتلاقيه راح. إذا بدنا نتدخل بندخل سبورتيف كير، إذا في في فارت نعطي أنتي بايوتيك، إذا في شو بنحكي بين نعطي أنالجيزك، نعطي مثلا هايدريشن فلويد ساخنة، فيتامين سي، هاي الاشياء كلها بنسميها سبورتيف كير. بس ما في داعي نعطي لا انتي فايرال ولا انتي بكتيريال. تمام؟ الاوتيتس ميديا، الساينوسايتس، والفارنجايتس ار ذا ثري موست كومون ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشنز، وهدول رح نغطيهم، الباقيين ما رح نغطيهم لانهم ليس كومون. تمام؟ فوي ويل كفر هدول الثلاثه. نبلش اول شيء بالاوتيتس ميديا اللي هي التهاب الاذن الوسطى. إذا حدا حاب يروح يشوف بديبيرو، هي 10th edition ديبيرو، هي تشابتر 108. تمام؟ بحب أحكي لكم كمان الجايد لاين الخاص بكل الانفكشنز اسمه IDSA guideline. IDSA guideline بيّن عندكم الجوجل سيرش. ايه دكتورة؟ طيب هاي شايفين Infectious Diseases Society of America IDSA، هذا الجايدلاين كتير فخم، هذا فيه كل الجايدلاينز اللي بالدنيا، كل الانفكشنز سوري اللي بالدنيا.
فجواته respiratory infections وجواته urinary infections والجي اي infections والskin infections والmeningitis السحايا وكل شيء له علاقة بالinfection موجود بهذا الجايدلاين. فما في جايدلاين خاص بالأوتيتس ميديا، لا، هو إذا بدي أقرأ عن الأوتيتس ميديا بدخل هذا الجايدلاين الجنرال اللي هو IDSA Infectious Diseases Society of America وجواته بدور على الانفكشن اللي أنا بدي إياه. تمام؟ فهنبلش بالأوتيتس ميديا. نتذكر الدان الفسيولوجي والأناتومي تبعها، هذا الإكسترنال إير شحمة الأذن من الخارج، بعدين ندخل هاي الميدل إير وهاي الأغلب اللي بيكون فيها الانفكشن بهاي الأريا، بعدين الإنترنال إير. وهلا حنحكي كمان شوي على الاستاكيان او استيشيان حسب في ناس هيك وهيك تحكي التيوب، هذا حنحكي عنه شو الوظيفه تبعته. تمام؟ فالاوتيتس ميديا هي عباره عن انفلاميشن اوف ذا ميدل اير، عشان هيك احنا بنسميها التهاب الاذن الوسطى بالميدل اير. طيب اول سؤال بدي اساله، شو الفرق بين انفلاميشن وانفكشن يا هنادي ابو عصب؟ عم بسأل هنادي شو الفرق بين inflammation و infection. هلا الانفلاميشن بيجي من الانفلاماتوري بروسس، يعني مش شرط يكون بكتيريال او يكون في زي الانفكشن. كنا نحكي كل inflammation هو infection، بس مش كل infection هو كل الانفكشن هي inflammation، بس مش كل الانفلاميشن هم infection. ممتاز. يعني مين الاكبر؟ الانفكشن. لا ولا لا، ايش حكينا احنا؟ كل انفلاميشن، كل انفلاميشن مش ضروري يكون انفكشن. الانفلاميشن مش ضروري يكون انفكشن، فالانفكشن الاكبر. الانفكشن ممكن يعمل انفلاميشن. ايه ايش في اسباب غير الانفكشن ممكن تعمل انفلاميشن؟ اعطيني امثله. في كتير، اللي هي الامراض المناعيه مثلا، اللي هي روماتيزم والروماتويد والقصص هاي، بتحسس لالرجن معين، بتحسس للقطط، بتحسس لعطر. يعني مثلا زي لما حكينا عن الازمه الراينايتس مثلا، هاي جاي من انفلاميشن، ما لهاش علاقه بالانفكشن. ممتاز ممتاز. فالامبريلا الكبيره هي انفلاميشن، بيجي تحتها ممكن انفكشن. هلا اذا سبب الانفلاميشن مايكرو اورجانيزم، وتحت المايكرو اورجانيزم ايش عندنا انواع؟ عندنا بكتيريا، عندنا فيروس، عندنا فنجس، عندنا بروتوزوال، هاي كلها مايكرو اورجانيزمز. تمام؟ إذا هدول المايكرو أورجانيزم هو سبب الإنفلاميشن فهذا بنسميه إنفكشن. هلأ إذا مش هدول، في عنا أنواع تانية بسبب إنفلاميشن، بتعرض لألرجن معين، بتعرض لغبار الطلع، بتعرض لمثلا عطر، بتعرض لمكيف، بتعرض لهوا سخن وبارد، فهمتوا علي؟ فهاي كلها ممكن تعرضني لإنفلاميشن. إذا كان سبب تحفيز الإنفلاماتوري بروسس مايكرو أورجانيزم، ساعتها بحكي انه انا عندي انفكشن. عشان هيك هون بيحكي لنا الاوتيتس ميديا انفلاماتوري بروسس، فممكن يكون سببها انفكشن وممكن يكون عندنا سبب اخر. فدائما انفلاميشن هي عامه، عام من الانفكشن. اذا كان من سبب مايكرو اورجانيزم بنكون نحكي انفكشن. هاي اول نقطه بدي احكيها. الاوتيتس ميديا على الاغلب بتكون بالانفنتس وبالتشيلدر الموست كومون، بس هذا لا ينفي انها بتكونش في الكبار. ممكن الكبار يتعرضوا لأوتيتس ميديا. هلا هون السؤال، ليش الصغار تحت العمر الخمس سنين معرضين كثير يصير عندهم أوتيتس ميديا؟ يا هيا الحمد. ايه دكتوره، ممكن يكون جهاز المناعه عندهم مو هذا السبب. يس، الاميونيتي مش ويل ديفلوبد. طيب غيره دكتورة، لساتهم بصيرهم ديفلوبمنت. لسه في عندهم ديفلوبمنت، يعني الاميونيتي لسه مش ويل ديفلوبد. ممتاز. سبب تاني، علا، علا حمزة، شو رأيك؟ شو في أسباب تاني ليش الصغار ممكن يكون عندهم، يعني لو أورجيك هاي الصورة ممكن أنت تستنتجي منها إشي؟ دكتور هاي الصورة لو شفتيها، ليش الصغار ممكن يصير عندهم أكثر أوتيتس ميديا من الكبار؟ ممكن دكتورة بيكون الصغار بيكونوا عندهم أو بتحسسوا أكثر للمسببات أكثر من الكبار بالعمر. يعني إذا تعرضوا لسبب أو مرض معين ممكن استجابة جسمهم تكون أقوى، لأنهم مثلا مناعتهم فعلا يعني زي ما قالوا إنها أضعف.
اوكي خلص خلصت من قصة المناعة، مناعة يس مش ويل ديفلوب. ثاني اشي يا جماعة، هلا عمره حدا اخذ قطرة عين او قطرة اذن وحس بطعمها في حلقه؟ اه اكيد كله، اذا اخذنا قطرة اذن بعد هيك 3-4 دقايق بحس بطعمها في حلقه. ايش افتاش كنال اللي بين ال وستيشن كان تيوب، هلا حنحكي عنه شو وظيفته اصلا. هي السبب اللي هاي اللي ايه هي السبب انه بيزيد الانفكشن عند الصغار تم نموها، انه تصرف ال اذا في انفكشن او سوائل بالاذن الوسطى لانه وتخرج من مكانها اكيوميليشن ممكن بالاطفال وبالكبار لا، هاي الاكيوميليشن ما بتصير، مشان هيك اظن يعني انتوا عم بتحوموا حول الجوع بس خلينا نشوف بشكل انتم مفتوحه كانه في الان. اه هلا حنحكيها. هلا يا جماعه في شيء اسمه استيشن او استيكيان تيوب. هذا التيوب بوصل شايفين الدان في النوز بينزل للاورال كافيتي، ونفس الشيء في قناة بين الدمع بسميها القناة الدمعية غير عن الاستيشن تيوب. الاستيشن تيوب توصل الدان بالنوز بالأورال كافيتي يعني للحلق. في قناة تانية بين العين وبعدين نزل الأورال كافيتي. هاي ربنا خلق القنوات هاي عساس السكريشن الموجودة كلها تلاقي لها منفذ ينزل، يعني السكريشن هاي بالأذن تلاقي لها منفذ وتنزل على الأورال كافيتي. السكريشن العين تلاقيها منفذ وتنزل، عشان هيك بتلاقي مثلا صغار بيقول لك قناة دمعية مسكرة ودائما بيدمعوا من برا، لأنه ما في إلها مصرف دموع، ما إلها مصرف داخلي فبتطلع برا. هاي القناة نرجع للأستيشن اليوتيوب، هاي القناة بالتشيلدرن أول إشي بتكون قصيرة مش طويلة زي الأدلت، بتكون شورتر، بتكون سوفت يعني هي نفسها مش خميلة سوفت، بتكون هوريزنتال أفقية، وهنا بتلاقيها مايلة لا لتحت أكثر. طيب شو تبعات هذا الموضوع؟ نفرض بيبي مثلا صار عنده التهاب حلق، فهذا الالتهاب سمبلي حيرجع رجوع للدان من جوا، يرجع رجوع عن طريق القناة ويلتهب الدان من جوا، فبنبلش التهاب حلق وننتهي بأوتيتس ميديا. هذا سبب. سبب تاني، البيبيات كمان الصغار هدول بيرضعوا، لما برضع أغلب الحالات تكون نايم، فجزء من الحليب اللي برضعه بده يرجع بالتيوب يعني الأساس بالتيوب إنه من الدان للكافيتي هيك باتجاه من الدان للكافيتي تحت. تمام. هلا هو لما بيرضع بيرجع رجوع، هاي الرضع بيرجع عكس الاتجاه، فبصير في عنا التهاب من جوا. فهمتوا علي؟ فهذا الاستيشن تيوب لانه بالصغار لسه مش ولد ايش هو عشان باخذ الهاي كمان. هلا الهاي يس موضوع الثاني، الهاي يعتبر من الريسك فاكتور صح، بس خلينا نخلص بالتيوب. فهذا التيوب لانه اقصر، لانه سوفت، لانه هوريزنتال، فاي شيء بالاورال كافيتي اكل او التهاب رجع رجوع للدان، فبصير عندنا ريسك للانفكشن. عشان هيك الصغار معرضين اكثر يصير عندنا انفكشن عن الكبار. زائد اللي حكينا انه الاميونيتي تبعتهم بتكون مش ويل ديفلوبد زي الكبار. اوكي يا جماعه. طيب فهلا الاوتيتس ميديا في عندنا ثلاث انواع، ما بكفي احكي عنها، انا عندي اوتيتس ميديا، عندي ثلاث انواع من الاوتيتس ميديا. اول نوع اسمه اكيوت اوتيتس ميديا AOM. النوع الثاني اسمه otitis media with effusion OME. شو يعني effusion؟ مرق معكم هذا المصطلح effusion، ايش يعني effusion؟ يعني في fluids. في fluids yes. effusion معنى fluids. خليني اورجيكم الصوره. هاي normal middle ear ما فيها fluids مجمع، شايفين هون هاي fluids بس تتجمع جاي من الانفلاميشن بيصير effusion. هذا الافيوجن هو accumulation للفلويدز، هاي fluids in the middle ear بيصير سميها effusion. هذا غشاء الطبلة مثلا بيصير احمر، هون غشاء الطبلة هيك لونه gray.
هذا يبين طبعا لما الدكتور يفحص بالاوتوسكوبي تبعه. تمام، فلما نحكي افيوجن معناه في عندي فلويدز. ثالث نوع من الاوتيتس ميدا هو كرونيك. على فكره هلا كمان شوي حنفرق بينهم بالمعاني، بس خلينا نحكي انه عندنا ثلاث انواع من الاوتيتس ميدا. اول شيء اكيوت اوتيتس ميدا اي او ام، اوتيتس ميدا ويذ افيوجن او ام اي، وثالث نوع عندي كرونيك اوتيتس ميدا. من اسمه كرونيك اتوقع انه يكون يطول اكثر. طبعاً ثلاث انواع هاي بتفرق بالساينز اند سيمبتومز، وهلا حنحكي شو عندنا ساينز سيمبتومز. بتفرق اذا في عندنا انفلاميشن او ما عندنا انفلاميشن، وهل في فلويدز ولا ما عندنا فلويدز. طيب نبلش باول نوع. اول نوع بدنا نشرحه اللي هو اكيوت اوتيتس ميديا. شو تعريفه؟ هو سيمبتوماتيك ميدل اير انفكشن ذات اوكرز رابيدلي. عشان هيك احنا سميناه اكيوت. ليش اكيوت؟ لانه بصير السيمبتومز سريعه along with effusion. يعني انا عندي بهذا الاكيوت اوتيتس ميديا، لحتى اقول انه عندي اوتيتس ميديا اكيوت اوتيتس ميديا، لازم يصير عندي سيمبتومز وتكون اكيوت سريعه ويكون عندي effusion. ثلاث اشياء. طيب شو هي السيمبتومز اللي هي لازم تكون موجوده؟ one or more. شو في عندي سيمبتومز ممكن يكون موجوده؟ اول سيمبتوم ممكن يكون موجوده اسمها اوتالجيا او اوتالجيا، مش مشكله. هاي معناها ear pain. لما يكون البين في الاير بنسميه اوتالجيا، هاي واحدة من السيمبتومز. ثاني اشي بصير عندهم فيبر، بس مش كل المرضى ممكن يصير عندهم فيبر، عشان هيك احنا بنحكي one or more، مش ضروري المرضى كلها بالاكيوت اوتيتس ميديا يكون عندهم كل السيمبتومز. فمن السيمبتومز اوتالجيا اللي هي الاير بين، اير بين، فيبر، اوتوريا. ايش يعني اوتوريا؟ يعني اير ديسشارج، اللي هي الديسشارج بيطلع عن من الاير. طبعا ايه كيف بميزه عن الواكس؟ هلا كلنا بيطلع عنا اير واكس. اللي بتميز انه بيكون مور ليكوفايد، يعني اير واكس من اسمه واكس زي الشمع، بيكون شوي سوليد. تمام، فهذا لا بيكون ليكويد اكثر. هاي وحده. لونه عصفار اكثر. اوكي، الواكس ممكن يتدرج لونه، ممكن اصفر، ممكن بني غامق، حسب. فهذا بيكون مور ليكويفايد، كميته اكثر كمان، لدرجه انه بيطلع برا على شحمه الدان، من برا بيصير يطلع. تمام، وممكن ينزل شويه على الوجه من كميته العاليه. فكيف بدك كأم تميز انه هو واكس عادي ولا هو اير ديسشارج؟ الواكس العادي انا ما بطلعه الا ايش، بدي نكش الدان اطلعه، يعني بدل نوعا ما لوكالايز او مكانه محدد. الاير ديسشارج هذا لا بيكون ليكويفايد اكثر، بيطلع ليكويد اكثر، يعني سائل اكثر من الواكس. وكونه سائل ممكن يطلع برا لشحمه الدان، من برا ممكن ينزل شوي على الطرف الوجه، كميته اكثر. تمام، هلا الصغار بالذات بصير عندهم اونست اوف انوركسيا. ايش يعني انوركسيا؟ ايش معنى انوركسيا؟ فقدان الشهيه. فقدان الشهيه، ممتازه. فقدان الشهيه، ايوه. انوركسيا يعني بطل شهيته زي قبل، خصوصا بالبيبيات. بقول لك يعني انا بالعاده كل ثلاث ساعات بشرب 150 ميل، هلا صار يا دوب شرب 90 وبعيط وبدوش، ما بده ياكل، ما بده يشرب. برضه سليب ديستربنسز، بطل نام زي منيح. حتى الام اللي بتكون مصحصحه ممكن تنيمه على الشقه اللي فيها انفكشن ويضل يعيط، بتقدر بتقلب على الشقه الثانيه مثلا بينام. ففي يعني اختلاف بالهابتس تبعت البيبي، بطل ياكل منيح ولا يشرب منيح ولا ينام منيح. الريتابلتي يعني بتقول لي انا حاسه في عنده مشكله، حاسه انه عم بيعيط زياده عن اللزوم، حاسه في شيء بوجعه. احنا عندنا مشكله بالصغار، صغار ما بيعبروا، ما بقول لك انا عندي اوتيلجيا ولا بقول لك عندي اوتوريا. فالام بدها تلاحظ. شوف كمان في شيء مميز بالصغار بيصير. سمر هو ثاني، شو في شيء مميز بالصغار؟ ترى بصير يحك بدانه او يضل حط ايده على دانه او شيء. سمر، انت سمر؟ دخلت على الخط. لا لا، احنا انا حابب الكل يشارك فبحكي بالاسم. اذا انا بحاول اشارك، حاولت اشارك اشارك على انوركسيا، بس ما عندي كفه الصوت على عشان هيك دخلت هاي بسرعه، معلش دكتور. هاي دخلت بزبطت معك، صح زي ما حكى هيثم. دكتوره امين. سمر هيام كان معلق عندي. ايه
كمان معلق. طيب مش مشكلة، خير إن شاء الله. ممكن الولد كمان يشد مثلا، يشد بدانه، يصير يشد في دانه. ففي أشياء مميزة في الصغار لأنه الصغير ما بيحكي، فبصار في شيء أشياء مميزة في الصغار ممكن تدللنا أنه عنده أوتيتس مية. أول إشي بيصير يحك في دانه معينة يشدها، بيصير إذا نيمته على الشقة اللي فيها إنتكشن يعيط، لو أنا يمع شقة دائما ممكن ما يعيط. بيصير إنه الهابتس تبع الأكل، النوم، الشرب تبعته بتتغير، بضل يعيط طول الوقت لأنه مش عارف يعبر إحرام. فهاي الأشياء لازم تلاحظها الأم عشان تشك إنه عنده أوتيتس مية أو لا. الخروج الإير ديشارج، شافت شقة معينة أو دان معينة كتير في ديشارج، هاي برضه ساين إنه أنا عندي مشكلة. هلا الكبار لا، بيجي بيحكي لك أنا عندي إير بين، داني بتوجعني، أو بقول لك داني مسكرة الكبار، أو بقول لك عندي مش سامع، هاي الشقة من داني مش سامع فيها، أو بيجي بقول لك حاس في فلويدز، حاس في مية في داني سامع صوتها، أو بقول لك إنه في اختلال بالتوازن. مش احنا حكينا انه او بتعرفوا انه الميدل اير هي المسؤولة عن التوازن، فبقول لك انا حاسس حالي في بتجيني دوخة، ممكن اوقع، ممكن كذا، هاي كلها الكبار بيحكوا عنها، بس الصغار في اشياء معينة لازم ننتبه لها لانه ما بيعرف يحكوا. فنرجع، فعندنا لما اقول عندي acutitis media عندي one or more من هاي السيمتومز لازم تكون موجودة مع الافيوجل. الافيوجل اللي هي الفلويدز، كيف تبين بالاير ديسشارج؟ يعني على الاقل الاير ديسشارج تكون موجودة. يعني طريقة تانية برضو للإفيوجن، إذا الكبار بقول لك حتى لو ما فيش إير ديسشارج بقول لك أنا حاسة داني مسكرة، هاي مثلا دلالة إنه عندي إفيوجن. إذا قالك الكبير إنه عندي الصوت مش واضح بهاي الشقة من داني، فهاي دليل إنه عندي إفيوجن. يعني إفيوجن فيها أكثر من دلالة. الهيرينج بروبلم، إذا قالك أنا مسكرة داني حاسة فيها، أو إذا عند الصغار شفنا إير ديسشارج عند الصغار، فهذا دليل إنه عندي إفيوجن. تمام؟ طيب تاني نوع otitis media with effusion، كيف بدنا نفرقها عن الأكيوت otitis media؟ هاي otitis media with effusion بقول لك هي inflammation middle ear وفي عندك fluid موجود collected، يعني عندي effusion، ولكن signs and symptoms اللي حكيناها اللي هي هاي كلها مش موجودة are absent. يعني الإشي الوحيد الموجود هو effusion، ما عندي اوتاشيا، ما عندي فيفر، ما عندي انوركسيا، ما عندي ايريتابيليتي، بس الاير ديسشارج ممكن يكون موجود الافيوجن. طيب طيب هي بقول لك فعليا العلماء هي في مرحله يا تقبل تسبق الاوتايتس ميديا الاكيوت اوتايتس ميديا، او مرحله تلحق الاكيوت اوتايتس ميديا. اذا الاوتايتس ميديا وذ افيوجن ممكن تكون مرحله ما قبل الاكيوت اوتايتس ميديا الرسمي، وممكن لا المريض بلش acute otitis media ولما خلص منها دخل ب otitis media with effusion، يعني هي مرحلة تسبق أو تلحق acute otitis media. طب وإيش في فرق معي؟ ليش أفرقهم عن بعض؟ شو رأيكم؟ ليش لازم أفرق acute otitis media عن otitis media with effusion؟ ليش مهم أفرقهم؟ راح تفرق بالعلاج دكتور. ليش بالعلاج؟ شو يعني تفرق بالعلاج؟ انه هسه لما يكون في سيمتومز راح يكون في بين، راح نتضمن برضو مواد مسكنه، ادويه مسكنه. اما لما يكون عادي ممكن يكون في يعني اعطيه، يعني يكون مضايق ممكن اعطيه. بالضبط. يعني ايش بالعلاج اشي غير المسكن دكتور؟ الانتي بايوتيك. هلا احنا لقدام حنكتشف انه الاوتيتس ميدا اغلبها بكتيريا، فأنا إذا ما ميزت الأوتايتس ميدا with effusion عن الأكيوت أوتايتس ميدا رح أروح أعطي يعني خبط لذلك كل إشي بدي أعطيه أنتيبيوتيك، هذا خطأ. إذا عندي أوتايتس ميدا with effusion هذا معناه إنه ما عندي أكيوت بكتيريال إنفكشن، معناه ممنوع نعطيه أنتيبكتيريال، ممنوع نعطيه أنتيبيوتيك. هلا دول IDSA كتير بتصربعوا من المسيوز أوف أنتيبيوتيك لأنه صار كتير عنده بكتيريال ريزيستنس، فبقول لك مهم جدا اني اميز الاوتيتس ميديا وذ افيوجن عن الاكيوت اوتيتس ميديا. قلت الاكيوت اوتيتس ميديا الاوتيتس ميديا وذ افيوجن ما بلاقي فيها الاير بين، ما بلاقي فيها فيفر، ما بلاقي فيها اريتابيليتي، هاي السيمتومز اللي معناها انه عندي بكتيريال انفكشن او عندي انفكشن، هاي اغلبها مش موجود، فممنوع نعطي مضاد حيوي بمرحله الاوتيتس ميديا وذ افيوجن، وهي المرحله التي تسبق او تلحق الأكيوت أوتيتس ميديا. إذا معنى الجملة
انه الاكيوت اوتيتس من هي فقط اللي بعطيها انتيبيوتيك. واضح يا جماعه ليش لازم افرق؟ سؤال اذا في هلا بالنسبه للفيوجن شو السبب انه يعني انه في سوائل بدون انفكشن يعني بالحاله هاي سواء قبل او بعد؟ يعني قبل يعني يمكن تجمع السوائل هو اللي حفز الانفكشن. ما احنا قلنا هون اللي تتذكر هون التيوب يعني نفس السيناريو انه البيبي الاطفال ممكن يكون هاي بس هل بالكبار موجوده كمان؟ قصدي الفيوجن ممكن تصير الفايرال انفكشن. هلا حنحكي اوكي اللي ممكن يبلش فايرال انفكشن وينتهي ببكتيريال انفكشن لانه في سوائل تجمعت وهي السوائل ضغطت على الاذن من جوا عملت انفكشن. يس فالفيوجن ممكن يكون هو تريجر الانفكشن. وجود الفيوجن هو اللي حفز البكتيريا الانفكشن انه يصير. مين في عنده سؤال ثاني دكتوره؟ بس هلا الفيوجن مو بيعملوا له عمليه وبيشيلوا المي؟ مش ضروري، مو ضروري. إذا كانت طولت وكانت بتضايق المرضى بس إذا هي يعني يدوب أيام لا طبعا ما بنتدخل جراحيا. ممكن ندخل جراحيا بعد النوع الثالث الكرونيك. كرونيك سبريتد يعني اوتايتس. ممكن دكتورة التهاب تاني مثلا زي الايتس او راينايتس انه يعملوا الفيوجن بالداخل كمان؟ قصدك يعني اذا كان في فايرال انفكشن المنطقة هاي انه اسباب هو الفيرال انفكشن. هاي شايفين بس انتو تستبقوا الاحداث، ممكن يكون فيرال انفكشن هو السبب، حنحكي وقته صح. طيب الثالث اللي ممكن نتدخل فيه ممكن جراحيا اذا طولت زي الكرونيك سبريتيف اوتايتس. من لما تشوفوا سبريتيف معناه انه عندي درينج. هلا حنحكي شو معناه عندي كرونيك سبريتيف اوتايتس ميديا. It is defined as perforated tympanic membrane. إيش يعني perforated؟ Perforation. يعني مخزوقة دكتور. مخزوقة. ثقب. بالضبط ثقب. هاي معناها tympanic membrane على فكرة هو يعني غشاء الطبلة. هدول الناس بيعانوا من غشاء طبلة مخزوق. Perforated. طب شو فكركم في اسباب لبيرفوريتد تيمبانيك ميمبرين؟ ليش ممكن ينخزق غشاء الطبله؟ شو رايكم هيك لحالكم بفكروا ايش في اسباب ممكن تخزق غشاء الطبله؟ هلا في ممكن يكون فيزيكال ضربه. ايوه حدا ضرب ضربه قويه خزق غشاء الطبله. هدول اللي عندهم سوسه النكاشه دائما ايده ما حنحف فيها نكاشه. في ناس ما شاء الله عود كبريت ممكن صوت عالي بس. كمان اذا اصوات عالية كثير تاثر على غشاء الطبلة كمان دكتوره. صح اذا ممكن يكون يا صحت له خبطه عليه عدانه او ممكن دخل إشي حك فيها دانه وبالتالي غلط بالغلط خزقها او جرحها او ممكن سمع صوت عالي جدا اضطر انه يخزق غشاء الطبلة. يعني في اكثر من سبب تمام. فهدول الكرونيك بيعانوا من perforated tympanic membrane with persistent drainage. يعني ايش يعني persistent drainage؟ يعني هي الدان عم بتطلع air discharge بس مش يوم يومين ولا اسبوع، يعني more than 2 to 6 weeks، الفترة طويلة لحتى احكي انها persistent. شو تعريف persistent؟ لازم يضل درينج على الاقل اسبوعين لست اسابيع، more than حتى ممكن يوصل 8 اسابيع او اكتر بضل في عندنا persistent drainage، persistent ear discharge. تمام؟ اللي بيميز هاي المرحلة انه عندي chronic، chronic persistent otoria اللي هي ear discharge. السبب ليه؟ انه عندنا perforation بالtympanic membrane. وهاي لازم على الاغلب نتدخل جراحيا، يعني لازم تكون في طريقة انه هذا perforation ممكن خيطه، ممكن لزق، بعرف شو عنده طرق تبعون الاذن لحتى يعالجوا هاي القضية. حتى الدرينج هذا ممكن نسحبه لانه هو بشكل مشكله. تمام. فاذا هلا الاكيوت يا جماعه لازم يكون في عندنا سيمتومز. الافيوجن هي مرحله تسبق او تلحق الاكيوت، والكرونيك لازم يكون عندي بيرزيستنت درينج 2 to 6 weeks على الاقل وممكن يكون اطول. ايش منتشر الاوتيتس ميد؟ قلنا اغلب الحالات اللي هم الانفنتس والتشيلدرن 75% منهم على الاقل صار عندهم اوتيتس ميديا قبل عمر السنه، يعني منتشر. 20% بصير عند الكبار، وبقول لك اغلب اللي بصير بالكبار هو كائن صاير عنده هو الصغير. تمام. نيجي هلا
لإتيولوجي. هل بتتخيلوا أغلب الكيسات هي viral infection ولا bacterial infection؟ أغلب كيسات الأوتيتس نية بكتيريا. بكتيريا والله. محلق يا أسامة اليوم، شو دارس ولا شو قصتك؟ لا امبارح حبت اللاب وكانت كاسة. شكرا ممتاز. بكتيريا يس. هلا بقول لك العلماء عملوا هيك مسح، عملية مسح لأغلب كيسات الأوتيتس نية اللي هي الأكيوت أوتيتس نية، وعملوا تيمبانو سنتيسز. شو يعني تيمبانو سنتيسز؟ يعني لو ورجتكم هاي الصورة، هاي تيمبانو سنتيسز، ايش هاي؟ شو بيعملوا هون؟ شو قاعدين بيعملوا؟ بيستخدموا نبل بيسحبوا فيها الفلويد. ايوه، بيجي اول اشي بده يكون بين ادم اكسبرت، يعني هدول طبيب انف واذن حنجره، هاي واحد. ثانيا بيستخدم سرنجة خاصة جدا، لانه هاي فيري فاين، هاي النيدل وال جزء هذا من النيدل هذا فيري فاين كتير صغير، لانه ما بدي انا اجرح الطبلة. بيدخل بطريقة معينة ما بعرف كيف بالضبط، بس بدخلوا لمنطقة الميدل اير بطوله جزء من الفلويد المجمع. اذا مثلا بيجيوا بيعملوا 1000 واحد عنده قطعة سميدة بطوله، من خلال هاي السرنج بطوله جزء او عينة من هذا الفلويد بيبعتوه على الكلتشر. هذا هو التيمبانو سنتيسيس، اني ادخل سرنج معينة واطول جزء من هذا الفلويد الموجود بالميدل اير، وبودوه وين؟ على الكلتشر. بدي اشوف هل في فايرال ولا بكتيريال، ولا بكتيريال شنوها. فوجدت الدراسات انه 55% من هاي الحالات الاوتيتس ميديا فيها بكتيريا، 15% بكتيريا زائد فيروسز، بس اغلب الحالات 95-98% بكتيريال. طيب ولما اكتشفنا انه بكتيريال، اذا هل في داعي لمضاد حيوي ولا لا؟ اكيد دكتور. طبعا ما دام اثبت بالدراسات انه اغلب حالات الاوتيتس ميديا هي بكتيريال انفكشن، فانا لازم اعطي مضاد حيوي. فهي هون الاوتيتس ميديا من الابر ريسبيرتوري تراكت انفكشنز اللي هي بسببها بكتيريا مش فايرال اغلب الحالات. ومن ضمن البكتيريا الأغلبهم هي ستريبتوكوكس نيموني. هاي جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ شو رأيكم؟ بوزيتيف. بوزيتيف ممتاز. هاي بوزيتيف، يعني ممكن أكتب لكم إياها بين إيش؟ عم بكتب. أيوة بوزيتيف. إتش إنفلونزا نيجاتيف. ما بعرف، هو بكتيريا، ما انا عارف انها بكتيريا، هدول كلهم بكتيريا. كومون بكتيريا الباثوجينز انفولد. هلا انا كطالب مش عارف هل ايش انفلونزا، يمكن مش متذكره هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، باجي عادي سمبلي عملنا جوجل كنترول في وباجي بعمل انتر. هاي بحكي من غير ما من برا بقرا، هاي جرام نيجاتيف بكتيريا. انا كطالب شاطر يا سوسن بهمني العلم باجي. دكتورة والله أنا ليش سكنت عليه؟ طيب طيب خلينا نكمل المحاضرة بعدين نحكي. ماروكسيلا كاثرالس هاي برضو مش كومون، يمكن ما أكون عارفة إيش هي، فباجي هون بحكي كنترول في إنتر. ماروكسيلا عبارة عن جرام نيجاتيف، يعني مش ضروري كلهم يكونوا بوزيتيف، يعني أمانج الكومون في إشي بوزيتيف وإشي نيجاتيف، وكلهم ثلاثة يعني هدول هم الموست كومن، بس برضو اكثر واحدة هي هاي ستريبتوكوكس نيموني. عشان هيك لما بدنا نشرح تريتمنت حتكتشفوا انه بدنا نعطي مثلا اموكسيسيلين، هذا بيغلط اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد سيفترايكسون، يعني لما نوصل عند التريتمنت نحكي مش مشكله. فاذا اللي بدنا نعرف من هذا السلايد انه اغلب الحالات هي بكتيريال، ومن بين البكتيريال لانه بهم اني اعرف هل كل الانتي بايوتيك بغطوا نفس البكتيريا السبيكترم؟ لا، لازم اعرف برضو مش بس انه بكتيريا، ايش هي نوع البكتيريا. اغلب الكيسات هي ستريبتوكوكس نيموني وهي جرام بوزيتيف بكتيريا، ممكن نلاقي اتش انفلونزا وهي جرام نيجاتيف، ممكن نحكي نشوف ماروكسيلا كاثرالس وهي جرام نيجاتيف بكتيريا. طيب انا هون راح اوقف عند هذا السلايد،